احنا في السريع كده هنقول المعلومات بتاعت يعني عشان برضو تثبت وتصوروها وكده، بتاعت تمام. اكل البرد والمشروبات بتاعت البرد وكده. المعلومات لمقاومة البرد: تناول الطعام بشكل منتظم كل 3 او 4 ساعات لحرق الدهون وإعادة التمثيل الغذائي للجسم، وممارسة الرياضة بانتظام، والتعرض لأشعة الشمس بالقدر الكافي، وذلك لتفادي حدوث اكتئاب. طيب، دي المعلومات لمقاومة البرد. من المشروبات الهامة: كوباية مية مغلية عليها معلقة شاي ومعلقة نعناع وشرائح ليمون واتنين عود قرفة كمشروب شتوي لرفع مستوى الطاقة بالجسم. يعني ورفع المناعة برضه. يعني الشاي والنعناع ومعاه ليمون، الشاي، شاي ده بالليمون يعني، وحطي ده عودين قرفة. ده بناخده في حالة الإسهال والحاجات دي. لا إنما سهل ايه؟ والله لا 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 لا، ده ما بي ده شاي بليمون، شاي شاي بليمون بنعناع، يتشرب عادي كده. شاي واحط عليهم عودين ايه؟ قرفة. ياه، يعني عودين. ده مشروب واحد كله؟ هو مشروب واحد. شاي ونعناع وليمون وعودين قرفة؟ يعني انت شاي بليمون بنعناع، انا اوكي. بتعملي شاي بليمون ماشي، يرفع جهاز المناعة، طيب. والنعناع وعليه عودين قرفة. طيب، الأكلات والمشروبات المفيدة في الشتاء والتي تعطي إحساس بالشبع: الشاي الأخضر والجراب فروت. بكرهه الجراب فروت ده، معلش. يلا. تعطي الإحساس بالشبع وتساعد على زيادة حرق الجسم للدهون، وكذلك الفلفل الأخضر الحار والتوابل والأغذية الحريفة والمستردة التي لها تأثير حراري. وخل التفاح مش مكتوب عندكم وخل برضه، زودي التفاح، عليه خل ماشي، التفاح في السلطة، من الحاجات اللي بتزود الحر وتقفل الشهية وتعمل كنترول على الشهية. تمام. تمام. الكمثرى والتفاح لاحتوائهم على كمية كبيرة من الألياف والمية، ويمكن تناولهم قبل الوجبة بنص ساعة لتعطي الإحساس بالشبع. البيض والسلمون والزبادي منزوع الدسم والمكسرات والشوفان والخضروات النية زي الجزر والخيار والجرجير والخس، لأنها قليلة السعرات وتساعد على الإحساس بالشبع التام. الحرص على تناول 2 كوب ماء قبل الطعام بنص ساعة لتعطي الإحساس بالشبع، وبدء الطعام بطبق سلطة أخضر غني بالألياف، وتناول الطعام ببطء مع مضغه جيدا. الحرص، دي معلومات جديدة خالص، حضرتك أول مرة تكتبها لنا. الحرص على تناول مادة الكروميوم الموجودة على هيئة أقراص بالصيدليات، والموجودة بالقمح والرز والحبوب والخميرة بيرة والفلفل الأسود والزعتر، والتي تساعد على إعادة التمثيل الغذائي للجسم، وكذلك تناول فيتامين ب الموجود بالكبدة والخضروات الغامقة والألبان والبيض، واللي بيساعد على زيادة حرق الجسم للدهون وإنتاج الطاقة للجسم. تجنب وضع المخللات والمشهيات مع الطعام، لأنها تساعد على احتباس المياه بالجسم وفتح الشهية الشهية. طبعا. المخلل بيفتح النفس، ده معروف. لو فيتامين بي طيب، برضه مهم قوي، كان فينا دعاء فيتامين بي موجود في زي الحبوب نفسها، تمام، زي الفول والعدس واللبنة والفاصوليا وفي الغلة زي القمح والرز والكلام ده كله، ان الفيتامين بي مهم قوي ان يولد طاقة في الجسم. مش طيب. يقول لك دايما الرياضيين كده عشان يدي طاقة، وناس اللي عندهم مشاكل في الأعصاب نتيجة السكر، فيركزوا على فيتامين بي، فدي من الحاجات المهمة. تمام. طيب،